خسرتش حتى الآن ولا مباراة، منهم المصري بورسعيدي بالظبط. اللي موجود في المربع الذهبي. شايف ازاي بدايته اللي كانت من اهمها الانتصار على اسوان نفسه 3-0، وبعدين النتائج شايفها ازاي بشكل عام؟ هو حقق انتصارين من ال6 ماتشات اللي لعبهم. يمكن النادي المصري في مباريات زي ما انت بتتكلم كده هاني، في مباريات قدر يكسبها هما مباريتين والباقي تعادل، ما قدرش، ما فيش خساره خالص. مظبوط. ده في حد ذاته مكسب لفريق النادي المصري، ان انت ازاي حتى وانت في اسوأ حالاتك ما بتكسبش بس برضه ما بتخسرش. لكن ما يعيب النادي المصري، وهكلمك على مباراه الاتحاد السكندري. مباراه الاتحاد السكندري النادي المصري جايب الهدف في الدقيقه 8 او الدقيقه 10، كان قدامه 80 دقيقه، 80 دقيقه يقدر يحرز الهدف الثاني. بالعكس النادي المصري ما دافعش ولا لعب دفاع منطقه عشان يحافظ على الهدف، لا ده كمل هجومه، كان هو الاخطر من الاتحاد في اغلب اوقات المباراه. يعيب النادي المصري ان انت ما غطيتش الهدف بهدف، وده برضو بيعيبه في وقت من الاوقات بشكل كبير جدا في مباريات كتيره اتلعبت او كم مباراه اللي اتلعبوا، ان انت كنت قادر تاكد على المكسب بتاعك وما قدرتش تاكد عليه. لكن النادي المصري بيهاجم بصوره كويسه جدا، وصل كتير جدا مباراه الاتحاد، ويمكن شفنا كاسينجو الكره اللي كان المرمى فاضي ضيعها، بعدها كريم العراقي المرمى كريم كان العراقي فاضي كرة رقص الجول ولعبها في فوق والمرمى فاضي العارضة. خالص، حطها فوق العارضه لغايه ما الاتحاد السكندري محمود رزق قدر يحرز هدف صح. التعادل، وكان واضح ان خطوره الاتحاد السكندري كلها من الكرات الثابته. بمناسبة